هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخيلة من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة أنخيلة والشيف إيفا. أولا أميغوز، سوي شيف إيفا دي إسبانيا مسرفيتا استاليستا إن يوتيوب فيليتا دي ترنيرا دي مانيرا بروفيسيونال بروبارادا بور لا شيف أكاديميكا إيفا. هاي أصدقائي، وصفتنا أصبحت جاهزة على اليوتيوب. إنها ستيك اللحم بطريقة احترافية، أعداد الشيف الأكاديمي إيفا. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت أعدادها، سيحبها الكبار والصغار. ويقال عن هذه الوصفة إنها وصفة الأغنياء. وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي ومتابعينا الكرام وكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، نحن نسعد بتفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير وسبسكرايب. والآن أحبتي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة اللذيذة معي أنا الشيف إيفا. Vamos. والآن إليكم المقادير: 3 حبات من الفلفل الملون أحمر وأخضر وأصفر، 450 جرام لحم بقر ستيك، بصلة حمراء واحدة، نصف كوب مرقة لحم، 5 ملاعق أكل زيت زيتون، خبز عدد 4. أما بخصوص البهارات فهي: ملعقة طعام صلصة فلفل أحمر، 3 ملاعق كوب كاري، 3 ملاعق أكل صوص الصويا، ملعقة كوب بابريكا. ها هي جميع مقاديرنا. إليكم طريقة العمل: نضع بما مقدره نصف كوب من مرقة اللحم في المقلاة هكذا، بعد ذلك سأضع زيت الزيتون، وضعت ملعقتي طعام من زيت الزيتون مع مرقة اللحم في المقلاة. ها هو الستيك. الآن سأقطع شرائح اللحم البقري. طريقة التقطيع تكون بهذا الشكل، على شكل شرائح بالطول هكذا. الآن أضعها في المقلاة وأستمر بالتقطيع حتى نفاذ الكمية معي. ولا ننسى تقليبها في المقلاة ما بين الحين والآخر هكذا. والآن أخذت حبة البصل الحمراء هذه، بعدما غسلتها وقشرتها أبدأ بتقطيعها على شكل شرائح خفيفة جدا.
أضعها جانبا. في هذه الأثناء أعاود تقليب اللحم في المقلاة هكذا. ولا ننسى تغطية المقلاة التي فيها اللحم. وأخذت مقلاة ثانية وضعت فيها بما يعادل ملعقتين من زيت الزيتون. نقلب اللحم. ما زال لم ينضج بعد. ها هو هكذا يبدو. سأضع له بما يعادل 3 ملاعق من صوص الصويا. وصفتنا هذه لن نضع فيها ملح لأن صوص الصويا فيه ملح كفاية. نعاود التقليب مرة أخرى. الآن سأضع الكاري. وضعت 2 كوب من الكاري على اللحم. وأعاود التقليب هكذا. بعد ذلك أتركها على نار هادئة حتى تنضج. سأبدأ بتقطيع الفلفل الأصفر. ننظفه من البذور وبعد ذلك سأبدأ بتقطيعه. أصبح ساخنا في المقلاة. وضعت البصل في المقلاة الثانية طبعا. أما الفلفل الأصفر فبدأت بتقطيعه على شكل شرائح بالطول خفيفة. ولا ننسى ما بين الحين والآخر تقليب اللحم. ها هو اللحم قد نضج. أرفعه من النار. سأضع ما قطعته من الفلفل الأصفر مع البصل في المقلاة الثانية. ونستمر. وبعدما انتهيت من وضع الفلفل الأصفر في المقلاة سأبدأ بتقطيع الفلفل الأحمر
بنفس الطريقة نزيل البذور، وبعد ذلك أقطعها شرائح خفيفة بالطول وأضعها في المقلاة مع البصل والفلفل الأصفر. نقلبهم مع بعض ولا ننسى تغطية اللحم. الآن سأخذ حبة الفلفل الأخضر وأقطعها بنفس طريقة الفلفل الأحمر والأصفر. بعد ذلك سأبدأ بتقطيعه طوليا هكذا شرائح خفيفة بالطول، وأضعه مع بقية المواد في المقلاة ولا ننسى تقليبه ما بين الحين والآخر. واوعى تقليب الخضروات في المقلاة هكذا. بعد ذلك سأضع ملعقة كوب من الكاري فوق الخضار هكذا. سأضع المزيد من زيت الزيتون، ملعقة طعام كبيرة. نقلبهم قليلا والآن سأضع صوص الصويا ملعقة طعام تكفي فوق الخضروات ونعاود التقليب. نغطي الخضروات حتى تنضج معنا. الآن بعدما نضجت أضعها جانبا وضعت ملعقة من زيت الزيتون فوق اللحم في المقلاة. الآن سأضع الخضروات فوق اللحم هكذا. ونعاود التقليب. حتى يتجانس الطعام.
الآن سأضع ملعقة طعم من صلصة الفلفل الحار فوقهم. وأعود التقليب هكذا. وهكذا تبدو بعدما نضجت، رفعتها من النار، سأضعها جانبا. والآن أحضرت الآنية التي سأضع فيها وصفتنا لهذا اليوم، عددها 4 فهي تكفي لأربعة أشخاص هذه الوصفة. والآن سأخذ قطع الخبز الأربعة أضعها في الآنية بهذا الشكل. على شكل قمع. الآن سأبدأ بوضع الستيك مع الخضار بهذا الشكل داخل قطعة، كل قطعة من قطع الخبز. سأتابع مع بقية قطع الخبز. أنهيت واحدة وها هي الثانية ونستمر. وبعدما انتهيت من إعدادها زينتها بأوراق النعناع الصغيرة الحجم مع حبات صغيرة من البيبي طماطم. وبألف صحة وعافية. وبهذا نكون قد أتممنا إعداد وصفتنا لهذا اليوم فيليتا دي ترنيرا دي مانيرا بروفيسيونال بروبارادا بور لا شيف أكاديميكا إيفا، بمعنى ستيك اللحم بطريقة احترافية إعداد الشيف الأكاديمي إيفا. بألف صحة وعافية. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي هذه قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعي قناتنا الكرام وكل من يرى فيديوهاتنا هذه للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات، ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. معكم تكبر أسرتنا. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أحبتي، إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اتركوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.